السلام عليكم خوتي، معكم خوكم عبدال. المهم كيف ما ديما جيتكم هاد المرة بغيت نهضر على الناس اللي بعت لي. المهم اللي خاصو شي حاجة على انستغرام ديالي جو مرحبا بكم ندوزو. المهم على القناة ديالنا ديال تيليجرام، فالتيليجرام كتلحت ليكم الفيديو نتاع الفيديو اللي كنت وريت لكم على الطريقة كيفاش تجيبو مثلا بحالة المبيعة، ولا كتوريت عليكم ديال الناس اللي كلهم مشيو يبيعو دوك لي سنيكرز، لي سنيكرز ديال نايك ولا ديال اديداس. المهم وريت لكم انا غير ديال نايك. اللي باقي ما شافش الفيديو ديال نايك، المهم راه كتلاحظ في جروب ديال الفيسبوك ولحتو هنا، راه درتو في الدرايف ولحتو. المهم اليوم غادي نهضر لكم على الطريقة. شي وحدين جاو كيقولو الاكونت كيتسد. اوكي انا نقولك واحد الطريقة كيفاش علاش الاكونت كيتسد. اول حاجة فاش تبغي تفتح اكونت غادي تجي مابس، ياك جوجل مابس. المهم جوجل مابس علاش بغي نوري لكم اكونت باش تفتحو. انصحك كنا عارفين بان اغلبية كيفتحو في اليوكي، ولاني نشوفو هنايا حاول تسوق اكونت نيدرلاند ولا جيرماني دانمارك. المهم حاول تسوق فات النواحي وحاول تسوق مثلا ديال بلجيكا لوكسمبورغ، فهمتي؟ سوق اكونت يكون من الدول هادو وجيو دير فاش تبغي فاش كيعطوك ديك القضية ديال كيقولك باش غادي تخلص في ايباي، كدير لهم الايبان وكدير الايبان مثلا ديال نيدرلاند. فهمتي كدير نيدرلاند، المهم غادي يكون في النواحي ديال نيدرلاند الايبان ديال نيدرلاند وراه غادي تقبل لك. المهم هاد الطريقة هادي فاش غادي تفتح اكونت ما غاديش تشوف غادي تلوح فيه بحال هكا ها، ولا تلوح فيه بحال هاد الشي هذا، ما تلوحش فيه من البداية، تلوح فيه نيشان باش تجاوز داك السسبند الاول وما يجيك السسبند. كنصحك انك تمشي تلوح شي حاجة اللي مصورها بالليل. نساو عليا دوك اللي كيبقاو كيقول لكم سير الاي سي ولا سير، انا غنعطيكم لكم واحد الطريقة زوينة وجربتها. كنجيو لهنايا ها، كنجيو لفيسبوك وكنجيو كنقلبو على شي جروب ولا على شي لعيبة. مثلا انا جيت هانتوما سمعوني، الا كنتي غادي تبيع سنيكرز وتشوز ومثلا غتبيع احذية، المهم غتبيع غير الاحذية، كنتي باغي تبيع النايك وهادشي هذا، اجي مثلا هنا غندير تشوز مثلا تشوز ماروك ونبرك نقلب ندير سيرش ونقلب. كنجي كنقلب كنلقى هنايا مثلا باج، نشوف هاد الباج هادي، كتشوف باج ولا شي حاجة، نشوف شي باج. شوف شي باج مثلا، هادشي ما خدامش، هادشي نحيدو. نشوف هنا مثلا، نشوف هذا ها، نشوف مثلا بحال هكا تاخد هاد التصاور هادا وما ديرش اونجستري. كنصحكم متبقاش دير اونجستري، كدي كتكابتيري. المهم نشوفو هنا لي فوطو، هما لي فوطو. نمشي نقلب هنا، كنجي كنقلب نشوف خاصناش بحال هاد التصور، خاصنا شي حاجة لي تكون محطوطة ولا بحال هكا ها، ماشي مشكل، لان هذا راه في ماركة معروفة ديال ارماني. كنجي كنقلب كنشوف الصور، مثلا مبقيتش كنقلب ملقيتش ما بان لي حتى حاجة. غنجي هنا غنمشي ندخل للجروبات، مثلا بحال غندخل لهاد الجروب هذا كيما هو هذا، ماشي جروبات ديال اجنت باتلو افيتو مغرب. ما تمشيوش للموقع ديال افيتو، كتمشيو كتقلبو هنا دوك الجروبات ديال البيع والشراء ديال المغرب. وكنجيو كنتم هابط كنقلب ونشوف، كنشوف شي واحد حاط شي زبرديلة ولا شي حاجة بغا يبيعها، كنقلب على شي زبرديلة للبيع مثلا، شي سباطري للبيع. كنهابط هابط هابط كنشوف هانتشو ملقينا هادو ديال النساء، ولاني هادو راه مصورين وفيهم
في الموتر مارك ديال هاد السيد. دونك بلا ما نشوفو نشوف مثلا هذا هذا مثلا نشوفو هذا الاخوان. باقي ناقل ان اخر مره قلت لكم بغيت تجاوبوا السيستم داش خاصكم الصور يكون مخودين بالهاتف. وها نتوما كما كتشوفوا هنايا ها راه مخودين بالهاتف. ديروا باور على الماج باش تبان هنا وشوفوا هاد الماج. هادو لي ها نتوما شوفوا هنا شوفوا هنا الاخوان الريد مان ماج. ها نتوما هذا مصور بالتليفون. ها نتوما ها نتوما شو الاخوان هادي الطريقة اللي كنقول لكم غتصور هادي غدير ليها كابتشير هاد الصور غدير ليهم كابتشير وتحطهم. انا هاد الماركة هادي ما كنظنش واش شي ماركة اللي معروفة ولا شي حاجة غتكون غير كتبو صافي يعني ما فيهش الكوبيراج وماشي تريد مارك يعني ماشي شي حاجة ديال الفيرو. غتصور هادي تصور هادي تصور هادي وغتمشي غتحط لي السم غتلوح لي السم وتكتب شو سنيكرز كدا غتجي غتكتب المعلومات غتجي غتكتب المعلومات سنيكرز كدا المهم غتبقى تكتب عنوان طويل. هادي في الاول غتكتب العنوان طويل تحط المعلومات تكتب واحد ديسكريبشن ديسكريبشن كنصحك انك تشري ديرها مثلا فهمت تكتب لهم راه بغيت نبيع هاد السبرديلة هادي فهمتي راه بغيت نبيعها وراه يلا شريتها جديدة وكاع ما مستعملها وراه كنصيفط مثلا للعالم كامل ولا شي حاجة بحال هكا. انت هذاك هذاك الايتم غادي تلوحو بعد اول حاجة في ستوب اكونت خلي واحد 24 ساعة ولا 48 ساعة باش توارما وديك الساعة لوح الاكونت. ونعطيكم نصيحة اخرى قبل في هذيك 24 ساعة غادي تدخل مثلا هنايا هاد ايباي اكونت ديالك غتدخل ليه وغادي تجي مثلا هادشي الاخوان قبل ما تلوح الليستي غتجي غتشوف هادي غتشوفها وغدير لها تاد تو واتش ليز. علاش هكا كيعرفك ايباي نتا اشنو الحاجة اللي كتبغي. فوالا انا كنبغي مثلا صفر ديالات غيدخل يعرفك كتبغي صفر ديالات غياخد عليك واحد داتا انه هو السيد راه شي بلاصه ديالها غدير لها هادي ادد غتشد واحد اخرى شي غدير ليها ادد وانت غادي وغتبقى غادي. من بعد 48 ساعة غادي تلوح داك الاكونت واش تقدر دير واحد القضية اخرى مثلا تشري عدد السيد هذا مثلا هذا اللي حاب تشمعو غتشد عندو الكونتاكت في ايباي هادي كونتاكتي وتقول لي مثلا شي حاجة اللي ميقولش باش نعطيك مثلا وليحة هنا ب 300 نمشي عندها نقول لي ولا نعطي اوفر نقول لي اش بان لك نعطيك 100 واش عطيني هاد الهدية. عارف انا مغيبغيش ولان هكا غنبان غير انني تفاعلت مع هاد الدومين ديال السبر ديالات باش هكا ايباي غتعرفني لي جي وفاش غادي نلوح لي سينك فاش غادي نلوح هاد لي سينك في هاد السبر ديالة هادي غيعرفني ايباي لي موجه ديريكت وهكا ها ما يجينا لي سسبند لا والو. ماشي بحال واحد كيجي كيلوح صبر ديله ولا كيلوح تيليفون ولا شي حاجه مشغولناش حنا كيلوح شي لعبه وكيمشي كيطار ديجيتال ديريكت ولا كيمشي كيطار شي حاجه اخرى ديريكت. لا هادشي خطا راه خاصك في الاول تكون بازي على الجي نتايا شي حاجه صبر ديله. دونك كنفتح اكونت كنمشي كندخل هادي ندخل واحد الاسويت نخلي واحد السيمانه ونحيدها نجي نبقى نهضر مع هذا نقول لي خويا عافاك حاول تنقص لي من 300 واش تخليه ليا ب 100 يقول لك صافي تقول لي شكرا صافي راه ولقيتو قل صافي كتمشي بحالك كدوز 48 ساعة كتجي كتحط لي السين كما قلت لكم كتخليها وتشوف اش قلت له داك لي السين كتصبر كتخليه مثلا واحد 3 ايام وفي هذيك 3 ايام مرة كتدخل كتضرب طلع على شي صفر ديالها كتشعل مع الصفر ديالها هكدا صافي انت راك حاط ديك الستيم ديال ديك الصفر ديالها. من بعد اش غادي يوقع باش غادي ديك 3 ايام غتجي للتي اش كيت كما كتعرفو التي اش كيت وكتجي وكتكتب مثلا انا بغي نبيع مثلا اديداس هادو هما اديداس هادو مثلا نقول بحال بغي نبيع هادي ونجي لهنايا نشوف السمية ديالها بعدا السمية ديالها كنجي هنا كنكتب
هيوم الريس ولا الهرسة هيوم الريس ولا كذا، نجي كنلقى ماما في شبه وماشي بحال هذه. أخونا الأصدقاء ماشي معايا هيوم الريس، شوفوا شحال هذا شفتها، شوفوا ماشي واحد الوحدة كانت لي هذه، ماشي عند الصفرة هذه، ونجي لهنا قبل مش عارف كتشبه عمر كامل غتلقاهم هنايا غتلقاهم، ماشي هاد السفرة هادي. هاي شحال شحال خونا كيبيعها؟ 500. شحال هي التمن ديالها هنايا؟ هنا هي هاي هاي السفرة هادي كيبيعها ب 500. عفوا كنجي لهنا كندير هكا، كندير يونايتد ستيتس يو اس دولار، وكنجيو كنهبط هنا السفرة. السفرة كنختار هاد السفرة هادي، كندير هنا السايز شنو باش بغيت تبيع، مثلا 41 ولا 42. كنجي هنا كندير بياسة وحدة، كنجي كنديرها هنايا وكنجي لهنا. هاي دي اش جي سميتها دي اش ال، كنبريك على دي اش ال وكندير ابلاي، كيطلع لي الثمن غطلع لي ب 61 دولار. هاد اللعبة غطلع لي ب 61 دولار. صافي كنجي كنحطها، كنجي كنحط هادي، ومن الأحسن تمشي تقلب مثلا على هادي. ها نعطيك مثال، غادي تدخل هاد الباير، من الأحسن تدخل هاد الباير وتراسل معاه وتقول لي راه بغيت التصاور ديال هادي، ها بغيت التصاور ديال هادي وتحطها ما عندك، انت غطلع لك بهاد الثمن هذا ب 61 دولار. وجي حطها شي تشاب 500 بحال هاد السيد هذا، هو حاطها ب 500. لكن تقول لي مثلا صيفط لي التصاور، قول لي صيفط لي التصاور بحال هاد الشكل هذا يكون محطوط عند شي لعيبه، نمشي بحال هكا. ها انتم شو هاي شحال بغيت تباع انت؟ شحال غطلع لك؟ ودي وراك مسافطة بدي اش ال، دي اش ال راه في 3 ايام، قل من سيمانة توصلوا امريكان، 3 ايام توصلوا لعند اليونايتد ستيت امريكا، توصلوا بالزربة. المهم ما هو كتجي كتقرا الديسكريبشن، تشوف الديسكريبشن تشوف تهزا كتعطوك اللعيبات المعلومات، كتجي لهنايا كتلقى تعليقات لعيبات. وديما شوف فاش تبغي تجي لعند شي واحد كيبيع السوبلاير، ديما شوف انا خاص تكون هادشي كامل يكون ابروف، ابروف كامل تكون ناضي، مكتوبه يعني راه ناضي بوزيتيف هاد الدواعي. صافي كنتفاهم معاه على هادا، بغيت نقص لك راك تقول لي نقص لي، باش نقص لك صافي كتاخد هاد الثمن، كتقول لي خاطر نتصاور يكون هادي ديال هادي تكون محطوطة في شي حاجة أخرى وما تكونش هكا بيضة، فاش تحط بيضة ماشي مشكل. صافي كتحط لها التامل. المهم شلنا هادي، غندوزو غنوريكم واحد لحدة اخرى. حيدو هادي، كنجي لهاد الموديل هذا الاخوان كيتباع بزاف، سميتو الاير زون ديال نايك، نايك اير زون، هاهي كيتباع بزاف هاد الاخوان هدا، هاد الموديل كيتباع بزاف. صافي مطلوب في السوق. المهم انت هادو راه كاينين طايحين الثمن، انت غتجي غتشوف غتجي غتحط بشي ثمن طالع. المهم كتجي كتشوف هادو راه مطايحين شوية الثمن، كتجي كتشوف مثلا هادا بغات تباع بالثمن هادا. كنجي لهنا مكنكتبش السمية ديال المايك، كنجي كندير مثلا الارز، صافي الارز كنلقاهم هنا، كنشوف الارز كنجي كنقلب شوف اللي بغيت اللي بانت ليا مزيانة، هادا ليها مثلا هانت او طاجة تشبت تامين، هادا التامين كاين راه بانت ليا خضرا، ومرة غترجع غتقلب غتلقاه نفس الشكل، ها هو راه نفس الشكل ها الخضرا، هكا تجي كتلقاه، تجي غتلقاه هنايا
وترسلها بالدي اش ال. المهم هادشي اللي كان الاخوان، نشكركم على التفاعل ديالكم. دخلوا عندنا الانستغرام، الانستغرام جوان ديال الانستغرام ديالي، ودخلوا شوفوا هاد الفيديوهات القدام، وريت لكم فيديوهات كيفاش تاخد دراكين نمبر واللعيبات. المهم داكشي كامل غتلقاوه الفوق، دخلوا تشوفوا داكشي. وهادشي اللي كان، ان شاء الله اخوتي.